نقل إلينا الآن مشاهدي الكرام أن الزملاء عند معبر رفح لديهم المستجدات التي ينبغي أن تنقل إليكم. ننتقل الآن إلى أحمد أبو زيد موفد القاهرة الإخبارية عند المعبر. محمد، حقيقة الأمر لا يمكن لشخص أن يتصور أو أن يرجم بالغيب بأن الاجتياح البري لرفح كما كانت تتعهد قوات الاحتلال الإسرائيلي قد شرع فيه أم لا، لكن المؤكد الذي نقطع به يقينا أنه منذ 11:22 بالضبط، كنت أود أن أقول أنها عند 11:30 لكنها عند 11:22 بالضبط حتى هذه اللحظات التي نحن إزاءها وقد جاوزنا 12:05 تقريبا، أصوات القصف المدفعي وأصوات القصف المستمر بالطائرات وربما حتى بالزوارق الحربية، لعلها الرشاشات التي تكون أحيانا على بعض المروحيات، هذا صوت قصف مدفعي الآن يسمع. وأقول محمد أنه على مدار كل هذه اللحظات منذ 11:30 تقريبا وحتى هذه اللحظة هي وتيرة القصف الأعنف التي تشهدها مدينة رفح الفلسطينية في أقصى جنوب القطاع، يسمع الصوت في هذه اللحظات وهذا قصف مدفعي، ولعلنا أيضا من واقع التجارب نستطيع أن نميز أصوات قصف المدفعية عن الأصوات التي يمكن أن تكون من خلال القصف الصاروخي من خلال الطائرات الحربية الإسرائيلية، وهذا أيضا يستخدم وذاك يستخدم، هذا أيضا قصف بالمدفعية لعله يستهدف المناطق الغربية من مدينة رفح الفلسطينية في أقصى جنوبي القطاع. كنا نتحدث من واقع المشاهدات ومن واقع ما رأيناه على مدار 8 أيام متتاليات نحن هنا في معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة، باعتبار أن الساعتين أو الثلاث ساعات الممتدة من 6 مساء يوم الأربعاء وحتى 9 مساء باعتبارها كانت ذروة ما شهدته مدينة رفح في أقصى جنوبي القطاع من تصعيد، لكن حقيقة هذه الدقائق الماضية التي جاوزت تقريبا ما يزيد على 45 وربما أكثر من ذلك لم ينقطع فيها القصف على مناطق متفرقة من مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، لم ينقطع تقريبا في لحظة واحدة إن لم يكن ذلك قصف بالمدفعية، فهذا أيضا استهداف بطائرات، هذا قصف آخر أيضا بالمدفعية، ولك أن تتصور أنه فقط في اللحظات التي ننوه ونشير فيها إلى استخدام قصف مدفعي أو قذيفة مدفعية يقطع هذا الصوت أصوات الطلقات التي قد تكون من خلال الرشاشات المحمولة على مروحيات إذا كانت المروحيات مستخدمة، لكن المقطوع به يقينا أن طائرات حربية الآن تباشر قصفا عنيفا وعنيفا للغاية حقيقة محمد في المناطق الغربية من مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة. قصف المدفعية أيضا هو الذي يستخدم وبغزارة وبوفرة، ربما هو الذي يغلب الاستخدام عليه في هذه المرحلة وخلال هذه الدقائق، لكن القصف الذي يستخدم أو القصف الذي يأتي من خلال الطائرات الحربية المقاتلة هو حاضر أيضا لكن ربما بوتيرة أقل، أصوات المسيرات الإسرائيلية الزنانة هذا قصف آخر بالمدفعية لعله أيضا يكون مسموعا لديك إذا كان الصوت يصلك بشكل واضح. محمد، يبدو أن مدينة رفح في أقصى جنوب القطاع تعيش ليلة ليلاء، هذه تشبه في شيء كثير ذلك الاستهداف الذي كان حاضرا في مخيم الشابورة قبل أسابيع وربما قبل أكثر من شهر عندما غربل هذا المخيم غربلة واستخدمت فيه كل أشكال الأسلحة، لكنها صحيح أنها في تلك المرة كانت قوات الاحتلال الإسرائيلية تقول أنها كانت تباشر عملية محدودة بين قوسين، هذا أيضا قصف جديد لمدفعية الاحتلال الإسرائيلي في النطاق الغربي لمدينة رفح، عند استهداف مخيم الشابورة كانت قوات الاحتلال تقول أنها تباشر عملية محدودة عملية جراحية لمحاولة تحرير أسيرين إسرائيليين، يبدو أنها أفلحت في ذلك على الأقل، لكن التكلفة البشرية التي لا يبدو أن إسرائيل تأبه بها أو تعبأ كانت كبيرة وكبيرة للغاية، ويبدو أننا إزاء سيناريو حقيقة مشابه تماما محمد إن لم يكن أعنف وأعنف بكثير، أقول أننا إزاء 8 أيام أو 8 أيام متتاليات هنا، هذا قصف أيضا جديد وهذا قصف بالمدفعية لعله ربما في خلال الموجة التالية يكون استهداف آخر بوسيلة أخرى عفوا من وسائل الاستهداف، لكنها هذه هي اللحظات الأصعب والأدق على مدينة رفح في أقصى جنوبي قطاع غزة. نشير فقط هنا محمد إلى مسألة قد تكون على درجة لا بأس بها من الأهمية، أن المنطقة التي كان يفترض أن يتم إجلاء السكان منها وإخلاؤها بالكلية كانت تلك المنطقة الواقعة في النطاق الشرقي لمدينة رفح في جنوب قطاع غزة، ولأجل ذلك ربما شرع بعض السكان في الاستجابة لتلك المنشورات التي أسقطتها طائرات الاحتلال بحتمية المغادرة صوب المناطق الغربية باتجاه المواصي
قرب خان يونس. أنت تتحدث الآن عن موجة قصف عنيفة للغاية في النطاق الغربي من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، والمنطقة الشرقية هذه أيضا تصنف باعتبارها منطقة قتال أو منطقة عمليات وفق البيانات الرسمية التي يسوقها الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، والذي كان له إيجاز صحفي قريب كان يقول فيه أن هناك عمليات يتم مباشرتها للتعامل مع بؤر حركة حماس أو فصائل المقاومة الفلسطينية في تلك المنطقة، والتعامل مع ما يقول إنها الأنفاق المسيرات أو ما تعرف في الأدبيات الغزية بالزنانة. هي موجودة طوال الوقت محمد، وهذه مسألة مفهومة إما لدواعي الاستطلاع والعمليات الاستخباراتية ونقل المعلومات، أو إنها حتى بذاتها تستخدم ثنائية الاستخدام كما باتت تعرف أيضا في العدوان الأخير على قطاع غزة. هذا على ما يبدو هذا قصف بطائرات حربية أو بطائرة حربية إسرائيلية مقاتلة. بالمناسبة محمد، قبل لحظات أنا كنت أقول لك أن عمليات القصف المدفعي التي تتم تعترضها ما بين مجموعة قصفات بالمدفعية تعترضها أو تختتم بها قصف من خلال طائرات الاحتلال الإسرائيلي في النطاق الغربي من مدينة رفح. أقول أن المنطقة الغربية هذه حتى هذه اللحظة وبصورة رسمية لم يتم الإعلان بشكل واضح من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي عن أنها منطقة عمليات أو أن إخلاءها سيكون ضرورة حتمية. هذه المنطقة التي يفترض أنها منطقة آمنة، المنطقة الغربية مستهدفة، المنطقة الوسطى مستهدفة، هذا عدا عن المنطقة الشرقية التي يتم التعامل معها باعتبارها منطقة قتال أو منطقة عمليات أو قتال ضار بحسب المنشورات التي كانت تسقط على سكان مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة. المنطقة بأكملها، أنا بدأت الحديث معك محمد وأنا أشير إلى أنه ليس هناك معلومة يقينية تقول بأن إسرائيل لعلها شرعت أو ستشرع في بدء عملية عسكرية برية محدودة أو غير محدودة، هذا لم يبدأ حتى هذه اللحظة، وإن كانت التحشدات العسكرية الإسرائيلية من خلال فرق وألوية عسكرية مختلفة قد بدأت بالفعل في الانتقال والذهاب أحمد صوب المنطقة الشرقية أو المدخل الشرقي من مدينة رفح في أقصى جنوب القطاع. محمد نعم، أرجوك زميلي الكريم ابقى معنا، لأنه الآن ينضم إلينا بشير جبر من قلب رفح الفلسطينية. بشير، أحمد أبو زيد تحدث عن أصوات قصف تأخذ في التزايد والتصاعد يمكن أن تسمع من رفح المصرية، ماذا لديك أخي الكريم؟ تحية لكم. يعني بالفعل هذه أصوات انفجارات القذائف المدفعية التي تطلق بكثافة من الآليات العسكرية الإسرائيلية المتواجدة إلى الشرق من مدينة رفح، وتقوم بإطلاق قذائفها بشكل عشوائي باتجاه المناطق الشرقية للمدينة. نحن نتحدث هنا عن أحياء الجنينة وتل الزارع وحي السلام ومحيط معبر رفح البري، أيضا بالقرب من مطار غزة الدولي المدمر شرق مدينة رفح، وغيرها من الأحياء التي تضمها المنطقة الشرقية لمدينة رفح. عادت هذه القذائف تتساقط إليها بشكل كبير وعنيف في الساعات الأخيرة. هذه القذائف لم تتوقف وتتساقط بشكل عشوائي باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم، حتى الطرقات والبنى التحتية لم تسلم من هذا الدمار الواسع الذي يطالها بفعل هذا التساقط العنيف للقذائف. أيضا اللافت للأمر بأن الطائرات المروحية الإسرائيلية تحلق بكثافة الآن في أجواء مدينة رفح، وتقوم بإطلاق نيرانها من الرشاشات الثقيلة باتجاه المنطقة الشرقية لمدينة رفح، كأن هناك حدث ما يقع باتجاه تلك المنطقة التي تحاول هذه الطائرات الحربية الإسرائيلية إطلاق نيرانها باتجاهه في المنطقة الشرقية لمدينة رفح. هذا القصف من المدفعية الإسرائيلية لا يأتي فقط باتجاه المناطق الشرقية، أيضا المناطق الغربية لهذه المدينة هي تتعرض بين الساعة والأخرى لقصف وقذائف وكذلك نيران من الزوارق الحربية الإسرائيلية المتواجدة في قبالة شواطئ مدينة رفح. هذه المدينة هي تتعرض إلى قصف مستمر طيلة ساعات النهار. ظهيرة لكن اليوم سقطت بعض القذائف في هذا التصعيد منتصف المدينة في القصف. أنا آسف للمقاطعة ومهتم بأن تواصل الجملة التي بدأتها، لكن هذا التصعيد هل هو استثنائي؟ هل ينذر بأنه تمهيد للاجتياح البري مثلا لا قدر الله؟
يعني إسرائيل عادة في الدوام تستغل ساعات الليل وتكثف فيه غاراتها، هذا ما عدناها على خلال أيام العدوان منذ اليوم الأول حتى هذا اليوم، وإسرائيل تستغل هدوء وعتمة الليل لتنفيذ غاراتها وقصفها لمنازل المواطنين وممتلكاتهم، وبذلك هي توقع العديد من الفلسطينيين ما بين شهداء ومصابين وترتكب المجازر خلال ساعات الليل. هذا الأمر هو ما يحدث الآن مع مدينة رفح وتحديدا في المنطقة الشرقية لهذه المدينة، حيث كثفت إسرائيل خلال ساعات الليل من قصفها المدفعي باتجاه المناطق الشرقية لهذه المدينة وبشكل متواصل، ولم يتوقف زميلي أحمد في الجانب الآخر في الجانب المصري من معبر رفح يستمع إلى هذه الأصوات الانفجارات التي تدوم بكثافة وبشكل واضح في لدى أرجاء أحمد المنطقة. أبو زيد مسموعة تماما كالأصوات التي نسمعها لديك. بالفعل، لأن معبر رفح البري هو يقع ضمن نطاق المنطقة الشرقية لمدينة رفح بالحدود المصرية الفلسطينية، وهي المنطقة ذاتها التي تتعرض إلى هذا الهجوم القوي والعنيف من الآليات العسكرية الإسرائيلية، وبالتالي الأصوات تكون مسموعة أيضا من الجانب المصري لمعبر رفح البري، وهي أيضا مسموعة وتهز أرجاء المدينة مدينة رفح بشكل كام. بشير، سنظل على اتصال بك إذا ما كانت هناك مستجدات، لطف الله بكم وبأهل رفح، ابق معنا أرجوك بشير جبر. أعود الآن إلى زميلي الكريم أحمد أبو زيد عند الجانب المصري من معبر رفح. أحمد، في حالة كهذه تنذر بتصاعد ما، ما هي الإجراءات التي تتخذ لديك على الضفة المصرية من المعبر؟ الوضع هنا مستتب تماما محمد، لا ينغصه سوى أننا نسمع هذه الأصوات التي يقيسها المرء بما يسمعه في هذا الجانب، فيحاول أن يتصور أولئك الأطفال والصبية والصغار والنساء وذوي الأمراض وذوي الأعذار ذوي الحاجات كيف ستكون لياليهم، كيف ستكون ليلتهم. نحن الآن شارفنا تقريبا على ساعة، على 60 دقيقة كاملة لم ينقطع فيها صوت القصف، ولعل زميل العزيز بشير جبر الذي بالطبع نتمنى له السلامة له ولأحبائه ولزملائنا في القاهرة الإخبارية في قطاع غزة في مدينة رفح، هذا قصف محمد بالطائرات الحربية. والزميل بشير، عندما أنا وددت أن أأتي إلى هذه الإشارة كنت أقول أنه أكمل الصورة التي حاولنا أن نرسمها معا عندما قلنا أن كل أشكال الأسلحة تستخدم في هذه الموجة في هذا التصعيد الاستثنائي والكبير للغاية، حتى الأسلحة الرشاشة تصورنا أو ظننا من خلال الصورة التي نحاول أن نرسمها معا أنها من خلال الأسلحة الرشاشة التي تكون فوق المروحيات العمودية التابعة لجيش الاحتلال. بشير أتى ليؤكد أيضا هذه المعلومة حيث هو في عمق مدينة رفح أمام المستشفى الكويتي في أقصى جنوب قطاع غزة. هذه صورة قاتمة للغاية محمد، أنت تتحدث عن مدينة عن نطاق لا يستوعب في أفضل حالاته في الطاقات الاعتيادية إلا نحو 300,000 نسمة، الآن هو يضم ما يزيد على 1,300,000 1,400,000 نسمة، وبالتالي أنت تتحدث عن مربع واحد يكاد يكون هو الموقع الأكثر اكتظاظا في العالم، أن توزع على 55 كيلو مترا هذا العدد الاستثنائي والكبير والهائل للغاية من البشر الذين تختلف ظروفهم وتختلف احتياجاتهم، يضاف إلى كل ذلك أيضا انقطاع التيارات الكهربائية، لا وقود، المعابر التي جرى إغلاقها بحكم الأمر الواقع من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلي. أنت تتحدث فقط عن وقع الصوت الذي يسمع من خلال مسافات، وأنت هنا على درجة تصل إلى نسبة 100% بإذن الله أمان وطمأنينة بأنه لا مشكلة على الإطلاق، فقط تتأذى من هذا الصوت المرعب وتتصور لو أن طفلا يعيش في هذه اللحظات كيف له أن يمضي ليلته، أي بؤس يمكن أن يحياه أكثر من هذا. أنت تتحدث عن قصف واحد أو عن رشقة واحدة أو عن استهداف واحد، الصوت مجرد الصوت مؤذي للغاية ومقلق للغاية، ما بالك بالذين يعيشون على مدار 60 دقيقة فقط في يوم واحد من أيام هذا العدوان الذي جاوز 7 أشهر ونيف، كيف يمكن أن تكون ليلتهم؟ هذه مسألة معقدة وصعبة للغاية، وبالتالي أنا أكاد أسمع بشير جبر وهو يتحدث أسمعه بقلبي ولا أسمعه بأذني، لأن المسألة
بالغة الصعوبة محمد، هذا قصف أيضا بطائرات حربية إسرائيلية مقاتلة، وليس من خلال الطائرات الزنانة أو الدرونز الزيانة المسيرات الزنانة، ولا من خلال القصف المدفعي، هذا أيضا قصف من خلال طائرات حربية إسرائيلية مقاتلة، وكل ما حشدته إسرائيل على مستوى الجو تنفذه في هذه اللحظات. نحن تحدثنا عن المسيرات، عن الطائرات الحربية المقاتلة، وتحدثنا كذلك عن المروحيات العمودية، كل ما تمتلكه إسرائيل على مستوى الجو تستخدمه في هذه اللحظات. ما الذي يخبئه ذلك؟ هذه مسألة أيضا ليست معلومة، لكن بالضرورة ما يخبئه لن يكون أمرا سارا بحال من الأحوال. فقط نحن قسنا ما كنا نتابعه من خلال شاشات التلفزيون ومن خلال القاهرة الإخبارية في تلك الليلة بالغة الصعوبة التي عاشها سكان مخيم الشابورة، بكل أشكال الاستهداف التي استهدفت من خلالها المنازل والبؤر السكنية في ذلك المخيم في مدة زمنية كانت أقل بكثير من الساعة. أنت تتحدث الآن تقريبا عن نحو 60 دقيقة متصلة تعيش فيها مدينة رفح في أقصى جنوبي القطاع، كل أشكال الضرب، كل أشكال القصف الذي تستخدم من خلاله الطائرات والمروحيات والدرونز والمدافع وربما حتى الزوارق الحربية، هذه مسألة ليست مؤكدة، لكن ما سوى ذلك مؤكد، وربما حتى عندما تحولت إلى الزميل بشير أتم لنا هذه الصورة محمد. وسأفعل ذلك مجددا يا أحمد، ومجددا سأطلب منك أن تظل معنا على الهواء. بشير، أنت تقف أمام المرفق الصحي الوحيد تقريبا الذي ما زال قادرا على العمل ولو بشق الأنفس في رفح، لو أن هناك إصابات لا قدر الله فستأتي إلى اتجاهك، أليس كذلك؟ بالفعل الإصابات تأتي إلى هذا المستشفى، هذا المستشفى هو لا يستطيع تقديم الخدمات الطبية للمرضى والجرحى بانتظام. المستشفى الوحيد الحكومي في مدينة رفح هو مستشفى أبو يوسف النجار، توقف عن العمل نظرا لكونه في المنطقة الشرقية لمدينة رفح، وهو يتعرض باستمرار، ومحيط هذا المستشفى يتعرض باستمرار لهذه الانفجارات القوية والعنيفة من القذائف ومن الطائرات ومن المروحية ومن الطائرات المسيرة من غيرها من الوسائل القتالية، ما استدعى إلى عدم مقدرته على مواصلة العمل. تحول العمل إلى هذا المستشفى الصغير، وهو مستشفى الكويت التخصصي، وهو لا يستطيع تقديم كل الخدمات الطبية للمرضى والجرحى الذين يأتون تباعا لتلقي العلاج. وبالمناسبة هذا المستشفى الصغير لا يوجد به كل الأقسام الرئيسية كالمستشفيات الأخرى، لا يوجد به غرف عناية مركزة، لا يوجد به أقسام للطوارئ والجراحات الخطيرة، ما اضطر إلى إدارة هذا المستشفى لإقامة خيام خارجية لكي تكون بديلا عن أقسام الطوارئ في وأقسام الجراحات الأخرى في الشارع الرئيسي المقابل. خيمة من تلك الخيام يا بشير، يعني نستطيع أن نلمحها في خلفيتك؟ وأنا سأتحرك قليلا لأريك هذه الخيام التي يقيمها إدارة هذا المستشفى، هي خيام صغيرة يقيمها هذا المستشفى في الطريق الخارجي للمستشفى لكي تكون أقسام طبية تقدم الخدمات الصحية للمرضى والجرحى. تخيل أن طوارئ الجراحات وهي من أخطر الأقسام في المستشفى تنظم في خيمة في خارج المستشفى وعلى طريق رئيسي، أيضا هناك خيام أخرى منصوبة إلى الغرب وإلى الشرق من هذا المستشفى تمثل أقساما أخرى لتدخلات طبية وعلاجية للمرضى والجرحى. أيضا صغر مساحة هذا المستشفى، لا يوجد مكان لسيارات الإسعاف بداخله، فهي تصطف على الدوام على الطريق الرئيسي الخارجي للمستشفى استعدادا لأي عملية طارئة أو حالة إنقاذ في ساعات الليل وساعات النهار جراء هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع. وبالتالي هذا المستشفى هو يعاني كثيرا في ظل عدم مقدرته على تقديم الخدمات الطبية والصحية للمرضى والجرحى. أيضا إضافة إلى ذلك أن العلاجات والأدوية والمساعدات الطبية والوقود اللازم لتشغيل هذا المستشفى ومده بالكهرباء هي تأتي عبر الشاحنات التي كانت تأتي عبر جمهورية مصر العربية إلى قطاع غزة، وهذه الشاحنات توقفت جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على المنطقة والناحية الفلسطينية من معبر رفح البري، فهي توقفت عن الدخول إلى قطاع غزة، وبالتالي أثرت على قدرة
هذا المستشفى على تقديم الخدمات الطبية والصحية للمرضى والجرحى. اليوم تحدث لنا مدير هذا المستشفى وأكد أن المستشفى لا يستطيع مواصلة العمل في حال استمرار يعني توقف هذه الشاحنات عن الدخول إلى قطاع غزة، وناشد المجتمع الدولي بضرورة أن يتدخل بشكل فاعل للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإعادة فتح ويعني تنظيم دخول الشاحنات إلى قطاع غزة بما تحمله من مواد طبية ومن وقود ومن مستلزمات ومن يعني مستلزمات الحياة بشكل عام إلى الفلسطينيين في قطاع غزة. بشير، أنا يعني في غاية التفهم لتهدج صوتك في الجمل الأخيرة من رسالتك، ولا أعرف، ربما يسمح لي زملائي بأن أطلق سراحك، ربما كوب ماء يفيدك في هذه اللحظة العصيبة، وربما نعود إليك يا بشير. أشكرك وأقدم لك امتناني الخالص ودعواتي بأن يحفظك الله وأن يحفظ كل الإخوة لديك في رفح وفي غزة. أعاننا الله وأعانكم جميعا، شكرا لكم. أعود الآن إلى زميلي الكريم أحمد أبو زيد. أحمد، أنا ممن يعرفونك جيدا، وأنت رجل تخصصه هذا التأمل السياسي الذي يكشف ما يراد عدم كشفه، ولهذا أسألك، هل تتصور أن حكومة نتنياهو لا تريد أن توسع الشقة بينها وبين إدارة بايدن في الولايات المتحدة الأمريكية، ولهذا ربما تلجأ إلى دك رفح بالمدفعية والقذائف من الطائرات إلى آخره، بدلا من اجتياح بري سيغضب بايدن بالقطع؟ أنا هذا السؤال بالأمس أنا سألته لزميلنا رامي جبر في محاولة أيضا فهم الصورة، أخذا في الاعتبار ما يساق من الإدارة الأمريكية بأن المحاذير ليست مرتبطة باجتياح بري لرفح بقدر ما هي مرتبطة بشكل هذا الاجتياح وحجمه. سألت رامي من باب أيضا محاولة فهم الصورة كما تقول محمد، إذا كانت ما تريده الولايات المتحدة أو ما يفهم من مقصدها أنها لا تريد أن توسع من حجم الضرر، إذا كان حجم الضرر هذا يمكن أن يتحقق من خلال عمليات القصف ومن خلال الاستهداف الجوية والمدفعية، فما الفارق من وجهة نظر الإدارة الأمريكية مثلا؟ وربما إذا كنت أنا سألت رامي هذا السؤال فقد يكون بحسبانه سؤالا أيضا يمكن أن يوضع إلى جانب سؤالك فيشكل جوابا. محمد، هل بالفعل الهوة متسعة بين الإدارة الأمريكية التي تقول إن التزاما كاملا بأمن إسرائيل مسألة راسخة للغاية حتى وإن كانت الخلافات قائمة أو موجودة، ودانيال هاجاري بالأمس قال إن الخلافات مع الولايات المتحدة وإن وجدت فإنها تعالج خلف الأبواب المغلقة، وهذا تصريح لافت للغاية لأنه تصريح ذو صبغة سياسية وهو يأتي أيضا من ناطق باسم قوات الاحتلال، هذا قصف جديد محمد. وما أود الإشارة إليه هنا أننا جاوزنا الساعة، جاوزنا 60 دقيقة كاملة من القصف المستمر، لذلك أنا ليست صورة الزميل بشير أمامي لكن أنا أسمع صوته جيدا، وقلت لك محمد إني أسمعه بقلبي. هذا الرجل الذي يعاني من ضغوط العمل التي لا تتوقف على مدار 24 ساعة تقريبا يباشر فيها بشير جبر، هذا العمل المخلص والإنساني والنبيل. أحمد، كنت أقول لك إن بشير هو كذلك ورفاقه من أبطال مهنتنا هذه. صحيح، وهو جدير بذلك على المستوى الإنساني والأخلاقي قبل حتى أن يكون على المستوى المهني الذي تألقه وتأنقه باديان تماما ولا يحتاجان لمزيد من الشرح. لذلك أنا أقول محمد أن ما يزيد على 60 دقيقة كاملة من القصف بكل أشكاله، هذه مسألة إذا ما وضعت حتى ضمن سياق درامي فقد تنطوي على مبالغة كبيرة من وجهة نظر متابعيها. لا يفهم حقيقة ما الذي تريده قوات الاحتلال في هذه اللحظة أو في هذه المرحلة. كابنت الحرب كان من المفترض أن يجتمع وأن يقرر، لم يضرب لذلك موعد ولم يفهم بعد ذلك لماذا أرجأ الاجتماع، هل كان له موعد ثم جرى إرجاؤه، هل سيتم الحديث بشكل مباشر عن خطة لاجتياح بري لرفح، وهي بالمناسبة التي كانت قبل يوم واحد من الاستيلاء الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني. تسمع محمد هذا القصف، هذا على ما يبدو هذا قصف مزدوج.
مدون للغاية. هذا قصف مزدوج، هذا كان فيه تزامن بين القصف المدفعي والقصف الصاروخي من خلال الطائرات المقاتلة، والآن تستخدم هذه الرشاشات التي هي على متن المروحيات العمودية. لذلك أنا أقول محمد أن هذه لحظات استثنائية من لحظات الرعب التي يعرفها ربما سكان قطاع غزة، ويا لبؤس المعرفة على قدر خبرتهم، لكنها في هذه اللحظة تشكل لحظة فارقة بقدر ما عاش الغزيون هذه اللحظات الصعبة والاستثنائية في عمر البشرية. في واقع الأمر أن تتحدث عما يجاوز 7 أشهر لم يتوقف فيها القتال عن مستوياته التي كانت تصل إلى ذروتها في أوقات كثيرة، لكن أن يصل الأمر ونحن جاوزنا 7 نتابع فيه هذا العمل العنيف والعنيف للغاية بالقدر الذي نسمع قبل لحظات، بل في هذه اللحظة تحديدا، هذا القصف الصاروخي الذي يأتي من الطائرات الحربية المقاتلة متزامنا في بعض الأحيان من شدة وضراوة الضرب الذي لا يترك مجالا. نحن من واقع محاولة الاستشراف الجغرافي نرصده منها هنا، وبشير جبر كان قبل لحظات يقول بالفعل أن الأمر ليس مقتصرا على المنطقة الشرقية من مدينة رفح في أقصى جنوبي قطاع غزة، وإنما حتى المنطقة الوسطى والمنطقة الغربية اللتان تصنفان من جانب قوات الاحتلال بأنها ليست من بين مناطق القتال وليست من بين المناطق المستهدفة بالإخلاء في المرحلة الأولى كما تعهدت حكومة بنيامين نتنياهو أمام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في محاولة لما تقول أو لما تسميه أنها عمليات الطمأنة. هذا عمل استثنائي للغاية حقيقة محمد، أن تستمر عمليات القصف، وأنا لا أعلم إذا كان هناك نظر عسكري يمكن أن يتحدث في شيء كهذا أو في أمر كهذا، هذا الوقت الكبير والطويل للغاية إذا كنت تتحدث عن عملية ربما تستغرق بعض دقائق، أخذا في الاعتبار الفوارق الكبيرة بين مستويات التسليح، الفارق الكبير بين الغايات والأهداف المرجوة التي لا تزيد في جملة مساحة القطاع عن 364 كيلومترا طولا بعرضا شرقا وغربا شمالا بجنوبا، أن تستأهل كل هذا الوقت على مدار ما يزيد على 7 أشهر، أن يأخذ هذا المحيط الجغرافي الدقيق للغاية. نعم. عفوا أحمد، لكن حضرني الآن أنك بدأت رسالتك قبل برهة، قبل حتى أن نتصل ببشير جبر، بدأت بالقول أنا لا أريد أن أرجم بالغيب ولا أعرف ما إذا كانت هذه بدايات الاجتياح البري، والآن التأمل أخذنا إلى فكرة أنه ربما يكون القصف المكثف السجادي بديلاً للاجتياح البري لأسباب تتعلق بأنه نتنياهو لا يريد أن يغضب بايدن مزيداً من الإغضاب. السؤال هو وهو سؤال في المقابل طرحته أنت ضمنياً قبل قليل، إذا أسقط القصف 50,000 من الشهداء هل يكون بديلاً إنسانياً للاجتياح البري عزيزي؟ وكأن البعد الإنساني قد يكون فارقا في سلوك بنيامين نتنياهو، قد يبدو الأمر مستغربا تماما محمد إذا ما قيس بميزان الإنسانية كما تسوقه وتقوله. وبالمناسبة هو بنيامين نتنياهو وهيرتسي هليفي رئيس الأركان وحتى يواف جالنت وزير الدفاع والعضو في كابينة الحرب كان لهم حديث مباشر وقطعي بأنه وصلنا إلى صفقة أو لم نصل، مسألة الاجتياح البري لرفح في أقصى جنوب قطاع غزة هذه مسألة ستكون حتمية قبلت أو قبل الأصدقاء أم لم يقبلوا ذلك، وبالتالي حتى ما يجري الآن من دوامة قصف سجادي كما وصفته محمد لا يبدو مرضيا أصلا لحكومة بنيامين نتنياهو، أكان ذلك يشكل جانبا من قناعاته أصلا أم إرضاء لشريكي الحكم بطبيعة الحال بتسل سموتريتش وإتمار بن غفير. أيا كان الأمر ما يجري الآن قد لا يكون له علاقة باجتياح بري، قد يكون كذلك لا يعلم حتى هذه اللحظة، ونحن سنحاول أن نتابع الأنباء تباعا أولا بأول سواء كان ذلك مرتبط بالبيانات الرسمية التي تصدرها سلطات الاحتلال قوات الاحتلال الإسرائيلي أو كان ذلك مرتبط بما يجري على الأرض، لأنه في كل الأحوال تفعل إسرائيل ما تفعل، تفعل قوات الاحتلال ما تفعل، ولا تقول إنها تباشر عملا فظيعا أو عملا ضخما، هي في كل الأحوال تقوم بعمليات جراحية وتقوم بعمليات محدودة للغاية وتقوم بعمليات لغايات وأهداف بعينها. أقول إن ما جرى الآن الصوت يبدو مسموعا الآن أيضا أظن محمد، وهذا أيضا شيء أو صنف من صنوف القصف المتزامن، كل الأسلحة التي حاولنا أن نسلط الضوء عليها وكان معنا فيها بشير جبر الآن لا تستخدم فقط على مستوى النسق المتتالي أو النسق المتتابع الذي كنا نشير إليه عند ما بدأت هذه الموجة من القصف في حدود 11:22 ليلا، لكنها الآن تسير بنسق متزامن لا متتابع ولا متوال، وبالتالي هذه مسألة لا يعلم ما إذا كانت تشكل تمهيدا لاجتياح بري تنفيذا
عملية، كما يقول أو كما كان يتحدث دانيال هجاري بأنها الرغبة في محاولة التعامل مع أنفاق حماس كما تسميها قوات الاحتلال الإسرائيلي، أم أنها ربما في محاولة للإفراج عن بعض المحتجزين الإسرائيليين كما كانت تقول قوات الاحتلال الإسرائيلي عندما داهمت بل عندما قصفت مخيم الشابورة بمستويات قصف كانت عنيفة واستثنائية للغاية. لكن المؤكد الآن أننا إذا هذه الموجة من التصعيد غير المسبوقة، هذه الموجة من التصعيد التي تأتي بعد ساعات قليلة ربما من مغادرة الوفد الإسرائيلي المفاوض الذي كان هنا في القاهرة لحضور هذه الجولة من التفاوض على مدار 48 ساعة، كلها حلقات تربط ببعضها لتقول في النهاية بأن مستقبل ما يجري في رفح في أقصى جنوب قطاع غزة سيكون مستقبل التصعيد. صيغة التصعيد هذه قد تكون متروكة لمستويات التنسيق التي تقوم بها حكومة بنيامين نتنياهو مع الولايات المتحدة أو مع الشركاء أو مع من يعنيهم الأمر، سواء كان ذلك مرتبط بمحاولة تنفيذ عملية محدودة أو غير محدودة، محدودة بأي معيار هذه أيضا ستكون مسألة غير متوافق عليها أو ليس لها معيار ناظم يمكن الالتجاء إليه. لكن في كل الأحوال يبدو أن أفق التصعيد هو الأقرب الآن وأقرب من أي وقت مضى. محمد، أحمد، أراقب الأصوات لديك كي أجد استراحة ولو قصيرة لكي أسألك الجهات المختصة والمتطوعون والمرابطون وإلى آخره لديك على الجانب المصري من المعبر جاهزون أخي الكريم لكي يدفعوا بتلك المساعدات، قد عاد القصف، لكي يدفعوا بتلك المساعدات إلى أهل غزة فور أن يفتح المعبر من الجانب الإسرائيلي؟ تتذكر محمد تعبير مرابطون حتى إدخال المساعدات الذي اتخذه المتطوعون والناشطون في منظمات المجتمع المدني وتحديدا تلك المنضوية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عندما أمضوا أياما وليالي وأسابيع وربما وصلت في بعض الأحيان إلى أشهر متتالية يكابدون فيها حرارة الصيف وربما في بعض الأحيان برودة الشتاء وقد التحمت الفصول في بعضها، كل ذلك متاح ولا يزال متاح حتى هذه اللحظة. لكن أنت تتحدث مع اللحظات التي كانت الأمور فيها متاحة ومتيسرة بإدخال المساعدات، كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحول دون النفاذ الآمن والمستدام والسريع لمختلف مناطق القطاع، وبالتالي لم يكن يدخل من المساعدات إلا ما يقطر تقطيرا بفعل عوائق الأمر الواقع التي كانت تقوم بها قوات الاحتلال. وتتذكر محمد كما يتذكر الكل أن الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري قبل أن تستولي عليه قوات الاحتلال قبل أيام قليلة هو قصف واستهدف أصلا من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، كان ذلك لمحاولة الحيلولة دون انتقال مزدوج الجنسية ولا انتقال المرضى ولا دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية. ويتذكر الكل في ذلك الحين الموقف المصري الذي بدأ حازما وصارما للغاية، فقط هي مسألة النسيان التي يحاول البعض أن يذهب إليها. 7 أشهر من عمر الأمم لا تبدو شيئا محمد، وربما تكون هذه جملة اعتراضية، لكن بسؤالك عن منظمات المجتمع المدني عن الشاحنات التي تكتظ بها المسافات الرابطة ما بين مدينة العريش وما بين معبر رفح البري الحدودي بين مصر وقطاع غزة، لا يكاد يخلو كيلو متر واحد طوال هذه المسافة إلا وهو تصطف فيه الشاحنات التي تأتي من المنظمات المصرية ومن المنظمات الأممية ومن حتى من الشركاء الدوليين الذين أرادوا أن يقدموا يد العون والمساعدة. ليست المشكلة في جهوزيتهم، بالمناسبة نحن التقينا قبل 5 أيام أو 6 أيام تقريبا ببعض قائدي الشاحنات الذين هم ربما من بين الأبطال المنسيين إذا جاز التعبير، أولئك الذين يقدمون هذا العمل الطوعي بشرف وبكرامة وبتجرد وبإباء كبير. محمد بالمناسبة أحد الزملاء تحدث إلى أحد سائق الشاحنات في طريقنا من العريش إلى رفح قبل 5 أو 6 أيام وهو يقول له منذ متى وأنت على هذه الحال؟ قال أنا هنا منذ ما يزيد على 23 يوما، على مدار 23 يوما هو ينتظر فقط إشارة البدء لإدخال شاحنته إلى داخل قطاع غزة من خلال معبر رفح البري أو من خلال الآليات المتوافق عليها. حتى هذا أيضا محمد لم يعد متاحا، للمساعدات الإنسانية والإغاثية التي تشكل الحد الأدنى للسكان في قطاع غزة متاحة، ولا حتى العيش في الحد الأدنى أو القدر الملائم من السكون الذي يضمن حتى نوما للأطفال إذا كانت هذه في حد ذاتها غاية لم تعد تدرك للأطفال في قطاع غزة. حتى هذا لم يعد متاحا بعد ما يزيد على ساعة أو أكثر قليلا من القصف المستمر والمتواصل الذي سمع دويه على مدار هذه الساعة والزيادة. رئيس الوزراء المصري قبل ساعات أيضا حرص على التأكيد أحمد إنه المعبر من جانبه المصري مفتوح، مفتوح طوال الوقت، لكن لكل معبر جانبان،
والجانب الذي تحتله إسرائيل مغلق. أليس هذا هو المنطق البسيط يا أحمد؟ والمنطق الأكثر بساطة من هذا حتى دون أن يكون بحاجة إلى توضيح، إنما المعبر للعبور، وهذا حتى لغة يمكن أن يفهم حتى دون الخوض في بعض التفاصيل التقنية أو الفنية. إذا كان هناك طرف يغلق هذا الجانب ويمنع العبور، فما جدوى بقاء المعبر بحسبانه معبرا يتيح العبور؟ هناك سلطة أمر واقع بالمناسبة تمنع ذلك، ليس فقط في الجانب الفلسطيني من معبر رفح، حتى معبر كرم أبو سالم. وعندما خرجت الأخبار التي بدت رديئة للغاية بالأمس تقول إن المعبر معبر كرم أبو سالم فتح لإدخال شاحنة وقود واحدة، وربما كان في الأمر من السخرية ما فيه، ثم تبين بعد ذلك محمد أن الأمر ليس صحيحا ولا حقيقيا بالمرة، لأن الرواية الإسرائيلية التي صدرت في هذا الإطار كانت تقول إن شاحنة الوقود الوحيدة أدخلت لحساب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، ليخرج بعدها بنحو نصف ساعة فليب لازارين المفوض العام للأونروا يقول إن هذا ليس حقيقيا، وأن الموظفين التابعين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين لم يتسلموا حتى شاحنة وقود واحدة. وبالتالي سلطة الأمر الواقع، عراقيل الأمر الواقع هي التي تحول دون البناء والنسق الطبيعي لإدخال الشاحنات أو لإدخال ربما حتى الحد الأدنى اللازم من مستلزمات القطاع الصحي الذي كان بشير يتحدث بشأنه، وهي مستشفى واحد فقط المتاح. نعم، سؤالي الآن يمس هذا الجانب المظلم من النفس البشرية، كيف لشخص أو مؤسسة أو لدولة أن تكذب كذبة التثبت منها سهل، افتضاحها محرج جدا ككذبة أدخلنا شاحنة ولم تدخل؟ أكثر من ذلك محمد، أنه عند حلول الساعة 7 مساء 7:30 بالتحديد كانت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية تنشر الأصوات، لا تزال حتى هذه اللحظة، والله بيني وبين نفسي قلت لعلها الدقائق القليلة التي يمكن أن تلتقط فيها الأنفاس، لكن لا يبدو أن ذلك متاحا. عند حدود 7:30 محمد كانت وسائل إعلام إسرائيلية تنشر ما أسمتها مقاطع مصورة تظهر عشرات الشاحنات، بهذا التعبير الذي استخدم، عشرات الشاحنات التي دخلت إلى معبر كرم أبو سالم، ثم تبين أن الأمر كاذب تماما، عار تماما عن الصحة، لم تدخل ولا شاحنة واحدة، حتى الشاحنة التي كانت الإشارة إليها لم تكن كافية بحال من الأحوال، تبين أنها ليس فيها من الدقة الحد الأدنى منها. أصوات طلقات الرصاص لا تزال الآن متتالية، أصوات قذائف المدفعية والقصف الصاروخي الذي كان قبل لحظات الآن عندما اعترض، صوت الحديث معك محمد كاف في حد ذاته للدلالة وللإشارة عن مستقبل ما يحدث في عموم قطاع غزة، لأنه بالمناسبة الصوت الذي يبدو مسموعا الآن هو الجانب في مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة. أيوة. هناك المحافظة الوسطى، هذه مستهدفة وإن لم تكن أصوات الاستهداف فيها مسموعة، لكن بشير كان يعرض لجانب من خارطة القصف الإسرائيلي المناطق الشمالية، حدث ولا حرج، مدينة غزة هي تبدو كذلك، المخيمات الموجودة في مناطق الشمال والمحافظة الوسطى كلها تقريبا قد تكون بوتيرة، ربما تكون بوتيرة أقل، لكنها في النهاية تجسد فاجعة متكاملة تعيش عليها كل المناطق المحيطة بشمال ووسط وجنوب قطاع غزة. وبالمناسبة حتى في هذه المناطق للإشارة بأنه كل المناطق تقريبا في قطاع غزة الآن باتت تصنف من جانب التوصيفات الإسرائيلية بأنها مناطق قتال، المنشور الذي أسقط على سكان قطاع غزة قبل يومين وكان يوصيهم بالانتقال إلى منطقة المواصي التي بالمناسبة بشير اليوم معنا في 6:30 كان يقول إنه حتى هذه المنطقة التي يتعين الانتقال إليها بفعل الإذعان للقرار الإسرائيلي هي بذاتها ليست منطقة آمنة، حتى يوم أمس يوم الخميس صباحا كانت هذه المنطقة مستهدفة كما كان يفيدنا بشير جبر. وبالتالي كان المنشور يقول عليكم الانتقال إلى المواصي وعليكم ألا تحاولوا الانتقال إلى المناطق الشمالية أو إلى المناطق الوسطى لأنها مناطق تشهد قتالا ضاريا وليست من بين المناطق الآمنة. وبالتالي هذه هي فسيفساء القطاع بأكملها، ليس فيها تقريبا شبر واحد يمكن أن يعيش المرء فيه حياة توفر سبيلا فقط لالتقاط الأنفاس وليس العيش. حلوق قادة بحت يا أحمد، وهي تحذر من كارثة إنسانية مرعبة إذا ما اجتيحت رفح، سيناريو قصف رفح إلى حد الكارثة لم يكن مطروحا حينذاك، يعني مثلا الرئيس المصري تلقى اتصالا من الأمين العام للأمم المتحدة وكانت من الجمل الأولى التي تبادلها مع الأمين العام هي نحن مصر تحذر من كارثة إنسانية واسعة النطاق وأليمة للغاية في رفح إذا ما قامت إسرائيل
باجتياح هذه المدينة. لم يكن أحد يفكر أنه ممكن يكون القصف العنيف بديلاً للاجتياح يا أحمد؟ هي المعيار الذي لأجله مصر حذرت على مدار الأشهر الماضية مما يجري، وحذرت بشكل أكثر خصوصية من مدينة رفح، ولعلها حاولت أن تسترعي انتباه العالم لكي يطلع بمسؤولياته الكاملة في حتمية الذهاب إلى هدنة إنسانية أو إلى وقف لإطلاق النار. وهذه كانت واحدة من بين الغايات التي كانت لأجلها مصر تبذل هذه الجهود الماراثونية التي بذلت على مدار أسبوع واحد، جولتين كانت مدة كل جولة ما يزيد على 48 ساعة متصلة، أن هناك خطرا محدقا بواقع ربما لم تشهده بيئة قتال في العالم. وبالمناسبة محمد، هذا الوصف الذي استخدم من جانب جيش الاحتلال نفسه دانيال هاجاري بالأمس كان يصف قطاع غزة بأكمله بأنها أسوأ بيئة قتال في العالم، لأنها تكتظ بالمساحة الجغرافية الأقل وبعدد السكان الأكبر. هذا حال قطاع غزة بأكمله 364 كيلو مترا تقريبا. أنت تتحدث الآن عن مساحة ضيقة للغاية، أقل من ثمرة جوز الهند كما توصف في بعض الكتابات الغربية، تعج بما يزيد على 1,400,000 نسمة، وهي المنطقة التي لم يكن يسكنها إلا أقل بقليل من 300 إلى 280 ألف نسمة. وبالتالي أنت تتحدث عن عدد من السكان كبير للغاية في منطقة على المستوى الجغرافي هي محدودة للغاية، وبالتالي استشراف أن هناك كارثة إنسانية استثنائية، لأن ما جرى في عموم قطاع غزة هو كان يشكل وبحق كارثة إنسانية، لكنك الآن تتحدث عن مقتلة محققة تقريبا قد تضاعف من حجم، بل هي بالضرورة إن وقعت لا قدر الله ستضاعف حجم الكارثة الذي لن يشهد له التاريخ الإنساني المعاصر مثيلا. إذا كان الإشارة إلى ما تقوله من خلال المكالمة الهاتفية التي جمعت الرئيس المصري بالأمين العام للأمم المتحدة كانت تقول بأن هناك خطرا وتحذيرا مصريا للمرة المئة، ربما يكون التعبير مجازيا وقد يكون أكثر من ذلك إذا أخذنا في الاعتبار جملة المؤسسات المصرية التي حذرت من ذلك، تحذر من خطر الكارثة الإنسانية، فلعل القيود أو الضوابط إذا جاز التعبير التي تضعها قوات الاحتلال للتعامل مع القصف الجوي والمدفعي والصاروخي لمدينة رفح في أقصى جنوب القطاع بحتمية الانتقال إلى منطقة واحدة فقط في منطقة المواصي، دون الانتقال إلى باقي مناطق القطاع، دون الانتقال إلى باقي المناطق التي هجروا منها في المحافظة الوسطى أو في مدينة غزة أو في المحافظة الشمالية، هذا يعني أن احتمالية تحقق الكارثة الإنسانية قد يكون أكبر بكثير مما تفترضه معطيات الواقع. أحمد، حين نفرق بين رشقات بالمدافع الرشاشة وقذائف مدفعية، وأنت حتى أشرت إلى أنه لم تكن متأكدا ربما هي قذائف من زوارق حربية إلى آخره، وبين قصف الطائرات، هذه عملية واسعة النطاق متعددة الأسلحة يا أخي، يعني نحن لا نتحدث عن استهداف لأماكن بعينها ربما فيها بين قوسين هذا الإرهابي أو ذاك، نحن نتحدث عن أسلحة مختلفة تتشارك لكي تقصف مناطق واسعة النطاق فيها مدنيون. لذلك كان السؤال يبدو طبيعيا ومنطقيا بالنسبة للكثيرين، ما هو معيار المحدود أو ما هو معيار العملية ذات الأهداف الخاصة التي يتعين تحقيقها؟ ما جرى في مخيم الشابورة كان مقتلة بمختلف التوصيفات التي يمكن أن تتوافق مع وصف المقتلة، ثم قالت إسرائيل في النهاية إنها كانت تنفذ عملية محدودة للغاية. عندما قامت إسرائيل بمحاصرة وقت حامي مجمع الشفاء قالت إنها عملية محدودة، ثم تبين بعد ذلك أن المحدود هذا كان إنهاء كاملا لمجمع الشفاء الطبي، أكبر مرفق طبي في عموم المستشفيات في قطاع غزة. عدا عن ذلك ما جرى الكشف عنه ولا يزال يتكشف حتى ساعات قليلة مضت حجم المقابر الجماعية التي كانت فيها ربما بعض الدلالات عن أن بعض المرضى الذين كانوا يضعون بعض المعدات الطبية التي كانوا يتعاملون بها الكانولا وخلاف ذلك وضعوا أحياء تحت الأرض. هذا ما كان يوصف حتى من جانب قوات الاحتلال عندما ذهب دانيال هاجاري وذهب هيرتسي هاليفي إلى مجمع الشفاء وقال إنهم يتعاملون بأهداف معينة وبدقة كبيرة للغاية للجيش الأكثر أخلاقية وأكثر مهنية كما يوصف أو يصف نفسه بصورة دائمة. هذا كان معيار المحدودية من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي. قد تكون هذه العملية التي لا أعلم ما إذا كان الزملاء قد اطلعوا على أي تحديثات مرتبطة بما يصدره جيش الاحتلال أو ما يصدر عن كابينة الحرب أو عن أي من المسؤولين الإسرائيليين يوصف
يصفون ما يجري الآن، لأن ما يجري الآن ليس عملا اعتياديا. قبل أيام كنا نتابع محمد كما كنت أقول لك عمليات القصف، عمليات الاستهداف المتتالية، صوت المسيرات الزنانة التي تأتي بشكل كامل ومسموع طوال الوقت، لكنها بحال من الأحوال لم تكن تلامس في كثير أو قليل ما يجري في هذه اللحظات. هذه عملية يبدو أن لها أهداف كبيرة، يبدو أن لها إطارا حاكما على مستوى التوجيهات العليا. هذا ليس عملا اعتياديا تقوم به بعض الكتائب أو الألوية أو الوحدات أو الفرق التي تعمل في قطاع غزة في هذه المرحلة. وبالمناسبة الجيش الاحتلال كان قد أشار إلى أن الفرقة 162 هي التي تعمل الآن في قطاع غزة، أو تعمل بالتحديد في مدينة رفح، وأنها تعاملت مع نحو 200 هدف كما كانت تسميه في هذه المدينة، باختلاف مربعاتها السكنية أو باختلاف مناطق الاستهداف فيها، الشرقية أو الغربية أو الوسطى. عندما نتحدث عن عمل كهذا الذي حدث منذ 11:30 وحتى هذه اللحظة، هذا بالضرورة سيستتبع ببيان أو بإيضاح من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، من جانب بيانات الناطق باسم جيش الاحتلال. ما الذي كان مقصودا من هذه العملية؟ هل كانت بالفعل توطئة لاجتياح بري؟ هل كانت بديلا عن الاجتياح البري؟ أم إنها كانت لأهداف قد يتم الكشف عنها لاحقا؟ مصادرنا يا أحمد تشير إلى أن نطاق ونوع الضرب بقطاع غزة حاليا يتوزع كالآتي: قصف مدفعي وسط وشرق رفح، إطلاق نار من المروحيات شرق رفح، قصف مدفعي شرق خان يونس. بالطبع هذه التقارير المبدئية، كل ما يتعلق بحجم هذه الضربات، ما إذا كانت مقدمة لعمليات أخرى أو للاجتياح البري بين قوسين، كل ذلك سيتضح بمضي الوقت. لكن فيما يتعلق بجيش الاحتلال الإسرائيلي وبوسائل الإعلام الإسرائيلية لم ينقل لنا شيء حتى الآن يا أحمد. اتسع نطاق السكون لديك في الخلفية الصوتية، ولعل ذلك مبشرا بتوقف هذه التعاسة. لعلها كذلك. الآن أصوات هناك صوت لمروحية إسرائيلية، مروحية عمودية، ويبدو أن تحليقها ليس تحليقا مرتفعا، سنحاول أن نتابع قليلا. لكن أصوات المسيرات الإسرائيلية لم تغب. وبالمناسبة كل الذين يتعاملون مع أصوات المسيرات الإسرائيلية في هذه المرحلة إنما يتعاملونها باعتبار أنها نذير الشؤم. المسيرة أو الزنانة التي تعبر، ربما سيكون من الغالب أن هناك استهدافا إسرائيليا من خلال قذائف المدفعية أو من خلال الطائرات المقاتلة أو المروحيات. قبل لحظات بينما كنت تسألني كانت هناك أصوات لمروحية إسرائيلية على ما يبدو كانت تحلق بمستويات ليست مرتفعة، الآن يسمع صوتها أيضا، يبدو أنها ضمن النطاق الغربي. وكل المناطق التي كنت قد أشرت إليها تبعا للزملاء في قطاع غزة إنما كانت تشير إلى المحيط الجنوبي أو الجانب الجنوبي من قطاع غزة، ليس فقط في مدينة رفح، وإنما حتى أنت تشير إلى الاستهدافات المتتالية في خان يونس في جنوب القطاع، والمواصي ليست بعيدة عن رفح ولا بعيدة عن خان يونس، وهي التي أيضا يوصى بالانتقال إليها أو يطلب من السكان الانتقال إليها قصرا، وهي ليست آمنة تماما لأنها أيضا كانت مستهدفة، وقريب منها في خان يونس مستهدف، وقريب منها في مدينة رفح مستهدف. نعم يا أحمد. عفوا أحمد، ما نعرضه الآن على شاشتنا هو المادة المصورة لما أفاض أحمد وأشرت أنا إليه. أحمد وصف ذلك بدقة. الحديث هو عن نماذج من تلك الضربات التي تشنها إسرائيل حاليا على قطاع غزة في وسط وشرق رفح وشرق رفح وفي خان يونس، على الأقل في تلك المناطق قصف مدفعي وإطلاق نار من المروحيات وقصف مدفعي تحديدا في شرق خان يونس. هذه الصور أبلغني الزملاء بالفعل لدينا بهذه الخارطة كما تقول بها محمد. نعم نعم أحمد، لكن فقط غاب عن الزملاء المنطقة الغربية التي كنا قد تابعنا فيها حتى باكورة الاستهدافات التي تمت في النطاق الغربي من مدينة رفح في أقصى جنوبي القطاع. صحيح. الأصوات هدأت ولو قليلا، ولا نود أن نكون مبالغين في ذلك، ولا أعلم إذا كان من قبيل التفاؤل أن تشير إلى هدوء بعدما يزيد على نحو 80 دقيقة متتالية
في الحد الأدنى 80 دقيقة متتالية كنا نتابع فيها القصف مستمر على لم يتوقف لدقيقة واحدة، لدرجة أنه كان في بعض الأحيان يكون القصف متزامنا على مستوى الاستهدافات من صواريخ الطائرات الحربية المقاتلة أو من خلال رشاشات المروحيات الإسرائيلية العمودية أو حتى من خلال قذائف المدفعية كانت تصبح متزامنة. يا أحمد، هو في الحقيقة تعليق على المادة المصورة التي بثثناها توا، هذا بالإضافة صحيح. إلى أشياء أخرى، بالإضافة إلى ما نتابعه معك، بالإضافة إلى أشياء أخرى ربما صحيح. تتكشف تفاصيلها بعد قليل، لكن ما أفادت به مصادرنا والمادة المصورة التي ننفرد ببثها هي مادة مصورة لهذا النوع من القصف راهنا في قطاع غزة، قصف مدفعي وسط وشرق رفح، وكذلك إطلاق نار من المروحيات وقصف مدفعي في شرق خان يونس. أحمد قاطعتك، أعتذر، تفضل عزيزي. فقط أود الإشارة إلى أن الأصوات المروحيات الآن تزداد، ولا أعلم إذا كان هذا له علاقة بأبعاد عملياتية ربما تكون مرعية في مثل هذه الأنواع من العمليات، بأن هناك ربما مغادرة لهذه المروحيات التي قامت بتنفيذ هذه الإغارات، لكن ما يبدو الآن مسموعا أيضا وبشدة مع أصوات المروحيات التي لا تكاد تحلق على ارتفاعات كبيرة هي أصوات المسيرات الإسرائيلية أو الزنانة كما تعرف، وربما حتى لمن يسمعها وإذا كان صوتها كذلك قد يكون مسموعا من خلال شاشات التلفزيون، فأولئك الذين أطلقوا عليها هذا المسمى لم يبتعدوا عن الصواب كثيرا، هي بالفعل تؤدي هذا الدور، وهي بالمناسبة مع شن إسرائيل لعدوانها الأخير على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر أصبحت تستخدم استخداما ثنائيا، هي تستخدم بالدرجة الأولى وهي تغطي سماء قطاع غزة تقريبا على مدار العام في أوقات التهدئة كما في أوقات التصعيد للأغراض المعلوماتية ولأغراض جمع البيانات والمعلومات الاستخباراتية، لكنها مع شن إسرائيل لعدوانها الأخير وفق تقارير حتى إسرائيلية كانت تقول إن هذه المسيرات أصبحت مزودة كذلك ببعض الصواريخ والقذائف صغيرة الحجم التي تناسب حجم هذه المسيرات، وبالتالي إذا ما تراءى لها أن هناك هدفا من خلال الخوارزميات، وما أكثر الخطأ والخلل الذي أصاب هذه الخوارزميات فإنها تستهدف ما تقول إنه هدف محمد، وبالتالي أصوات المروحيات لا تزال حتى هذه اللحظة موجودة، أصوات المسيرات الإسرائيلية لا تزال باقية، لكن اللافت للغاية أننا أمضينا تقريبا نحو 10 دقائق إن لم أكن غير دقيق في هذا التقدير بأصوات قصف واستهداف أقل، وهي ربما ولا أعلم ما إذا كان من اللائق أن نقول إنها بشارة برغم كل ذلك محمد أم لا. بالطبع، لأنه ما عشناه معك يا أحمد خلال الساعة الماضية شديد الإيلام، نحن نتحدث عن قصف بكل الوسائل المتاحة لجيش دولة، تصور، وقصف لمنطقة أنت أدرى بحالها، منطقة منعزلة صغيرة يتكدس فيها نصف أهل قطاع غزة إن لم يكن أكثر، هذا التكدس يجعل تحذيرات القادة ومنهم الرئيس المصري الذي نقل قلقه العميق على الحالة الإنسانية في قطاع غزة عموما وتوجسه من حدوث كارثة إنسانية فظيعة وواسعة النطاق إذا ما قامت إسرائيل باجتياح القطاع، للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي كان قد بادر بالاتصال بالرئيس المصري. إذن أنت تتحدث الآن ونعيش معك لحظة سكون يا أحمد. في لحظات السكون أصوات المروحيات فقط هي التي لا تزال باقية حتى هذه اللحظة محمد، أنا آسف على المقاطعة، لكن أنا لا أعلم إذا كان ذلك له عامل عملياتي، إذا كانت هذه المروحيات قد انطلقت من منطقة معينة فهذا ربما يكون التوقيت الأكثر ملائمة لعودتها، لماذا تحلق على هذه الارتفاعات التي هي بالضرورة ارتفاعات منخفضة، وهذا قد يسهل من عملية اصطيادها واقتناصها أيضا بالنسبة للموجودين على الأرض، لماذا هذا العدد الذي قد يبدو كبيرا من المروحيات العمودية والاستخدام الكبير للغاية والملحوظ للرشاشات فوق هذه المروحيات، وبشير أيضا كان له إيضاح كبير في هذه النقطة أيضا لأنه أضاف فيها أن هناك استهدافا مباشرا من جانب هذه المروحيات، والسؤال الذي أيضا يحتاج إلى الخبراء العسكريين التقنيين في هذه المسألة، لماذا هذا الاشتراك جوا في كل ما تمتلكه إسرائيل تقريبا مما هو معلن على مستوى سلاح الجو، المروحيات العمودية موجودة، الطائرات الحربية المقاتلة موجودة، كأنهم يحاربون دولة عظمى يا أحمد، يعني حرب أسلحة مشتركة
شيء مذهل في الحقيقة، قسوة قلب صحيح. لم نعيشها خلال على الأقل خلال الفترة الماضية منذ الحرب العالمية الثانية على الأقل يعني. صحيح، ولم تكن طفرات الأسلحة بهذا الشكل، ولم يكن حتى التعامل على مستوى الحروب الممتدة أو العمليات الممتدة طوال هذا الوقت بكل ما كان يقال فيها من الخشية من الاستنزاف والخشية من الأذى الاقتصادي الذي يلحق بالدول حال عيشتها لاقتصادات الحرب أو ما تعرف باقتصادات الحرب، أن يتم التعامل طوال هذه المدة وبنفس النسق تقريبا. اللافت أنه على مدار الآن عاد من جديد القصف محمد، عاد صحيح. القصف المدفعي صحيح. من جديد هذه قذائف مدفعية الآن عاد من جديد القصف محمد، للأسف قصف بقذائف المدفعية. لذلك أنا كنت أخشى تماما والله أن أقول تعبير أنها قد تكون بارقة أمل أو أن هناك ما يدعو للتفاؤل، فقط لمضي 10 دقائق لم نسمع فيها هذه الوتيرة التي كانت ممتدة من أشكال القصف المختلفة، لكن حقيقة ما كان يخشاه القلب وما قبض القلب لأجله يبدو أنه ممتد أيضا حتى هذه اللحظات، ولا أعلم أحمد. السياق الزمني الذي يمكن أن يفهم من تنفيذ عملية واحدة محمد. زميلي الكريم أحمد أبو زيد، سأترك لك الآن دقيقة لكي تجمل ما حدث خلال ساعة ونيف كنا فيها معك على الهواء وأرهقناك جدا وأنت واقف على قدميك في منطقة مفتوحة، وأنا أعرف هذه المنطقة جيدا وأعرف تيارات الهواء فيها، لهذا سنطلق سراحك، لكن بعد أن تجمل لنا وأن تختصر الرسالة التي استغرقت أكثر من ساعة، تفضل. باختصار شديد محمد، فقط أنا أود أن أشير إلى أن أصوات المروحيات لا تزال حاضرة وربما بكثافة في هذه اللحظات مع أصوات المسيرات، وهذا ربما فيه إشارة إلى أن العملية التي يمكن أن توصف بأنها عملية لا تزال ممتدة وربما يكون لها مستقبل خلال الدقائق القليلة المقبلة. بدأت عمليات القصف 11:22 تقريبا بوتيرة متقطعة لكن بمستويات قصف عنيفة للغاية، كانت فيها قذائف المدفعية مسموعة، مجموعة من قذائف المدفعية، ثم بعد ذلك استهداف صاروخي من خلال الطائرات المقاتلة، ومن بعد ذلك تأتي المروحيات التي تستخدم الأسلحة الرشاشة فوقها، وأصوات المسيرات الزنانة لا تزال تحلق على ضوء كل ما يستخدم من أسلحة. امتد الأمر من 11:22 ونحن الآن تقريبا نلامس 1 من بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، لم تتوقف فيها وتيرة القتال ووتيرة الاستهداف إلا في خلال دقائق قليلة، ولعلها فقط كانت في محاولة لتجميع القوى، لا أعلم إذا كان ذلك متصورا ضمن إطار العمليات الجوية التي تنفذ بهذا الشكل أم لا، لكنه على مستوى الرصد والتدقيق فإنه فقط خلال 10 دقائق أو أكثر بقليل هي التي توقفت فيها وتيرة الاستهداف، أو على الأقل ما نسمعه نحن بشكل واضح كما سمعناه على مدار ساعة ونيف. أحمد أبو زيد، أقدم لك وافر امتناني زميلي الكريم، وأحملك أمانة أن تنقل سلامي لأبطال القاهرة الإخبارية لديك عند معبر رفح المصري. شكرا جزيلا لأحمد أبو زيد.